السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفتنا اليوم كيكة بالشعرية الباكستانية أو بسبوسة بالشعرية الباكستانية، هي بين الكيكة وبين البسبوسة. المقادير: 3 بيض، كوب سكر، كوب لبن، كوب سميد، كوب جوز هند، كوب دقيق. وبكيت شعرية باكستانية، فانيلا وبيكنج باودر، كوب زيت. البداية: نخفق البيض مع الفانيلا مدة دقيقتين. خفق يدوي، وبنضيف للسكر، بنرجع نخفقهم مع بعض. ما بدها خفق كتير، بس دقيقتين. حتى يذوب السكر مع البيض. وبنضيف كوب الزيت. بنرجع نخفقهم مع بعض حتى يختلطوا مع بعض. وبعديها بنضيف كوب اللبن. اللبن هو الرايب، بكون بدرجة حرارة الغرفة. كل اشي راح يكون بدرجة حرارة الغرفة، ما يكون طالع من الثلاجة. هيك صار معنا الخليط السوائل. بندخل كوب سميد وبنخلطه. وبعديها بنضيف الدقيق كوب، وبنضيف بيكنج باودر ملعقتين صغار، وذرة ملح. الملح ضروري هون في كل الحلويات، ذرة الملح هاي بتعادل الطعم. وبنضيف كوب جوز هند وبنخفقهم مع بعض. كيكة سريعة وسهلة وبسيطة، ما بتاخد منك وقت نهائيا. هلا بنحضر صينية الفرن، ندهنها بالزيت. تقدري تدهنيها بطحينية، لكن أنا دهنتها بالزيت. وبنصب الخليط فيها. بنساوي الخليط بالصينية ونهزها يتساوى مع بعض، وبنمسح الأطراف. هلا بنجيب باكيت الشعرية الباكستانية. محضرة الطعام بدنا نطحنه شوي، يكون خشن مش ناعم على الأخير. لو بدنا نطحنه بإيدينا إشي بينطحن مزبوط وإشي لا. ولما يكون خشن بدايك بالأكل. وبعديها بنرشه على وجه البسبوسة.
هي بتاخد الباكيت كامل. كيكة سهلة وبسيطة وسريعة جدا. هلا بندخلها الفرن على حرارة 180 درجة من تحت، وبنحمرها شوي من فوق، وبس تطلع بنسقيها بالقطر البارد، كوب قطر بارد، ما بنكثر القطر، أو تقدري تسقيها بالحليب المكثف. أهم إشي القطر يكون بارد وما نكتره، نتركها شوي وبعديها بنقطعها. التقطيع بالحجم اللي بتحبيه انتي وبالشكل اللي بتحبيه، برضه مربعات بشكل معيني اللي بتحبيه. والتزيين حسب الرغبة، تقدر تزينيها بجوز الهند، بالفستق الحلبي اللي بيناسبك أو المتواجد عندك. أنا زينتها بالفستق الحلبي، دائما التزيين ذوق شخصي. وبأي إشي متوفر عندك بالبيت، كملت التزيين بالورد المحمدي لأنه دايما بيحكي لك العين بتوكل قبل الدم، فلازم كل أطباقنا نزينها بأي إشي متواجد عندك. هي خلصت بسبوستنا أو كيكتنا، ما بدي أحكي لكم عن الطعم، فعلا طعم رهيب. شكل جميل جدا، وسهلة وسريعة جدا، من أسرع الكيكات اللي بتنعمل. ويعطيكم ألف عافية. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات، ويعطيكم ألف عافية.